أكد رابح ماجر الناخب الوطني الجديد في أول ندوة صحفية له بعد تنصيبه رسميا أن المنتخب الوطني يمر بأزمة كبيرة وأنه سيعمل رفقة طاقمه الفني على إعادة الثقة للاعبين. منتخبنا حاليا في أزمة كبيرة جدا. في أزمة كبيرة جدا. والنتائج السيئة للأسف اللي حققها المنتخب الوطني الجزائري لا يرضي بها أي واحد منا. أنتم كصحفيين وأيضا كل جزائريين ونحن أيضا كطاقم فني للمنتخب الوطني الجزائري. لهذا إن شاء الله بحضورنا المتواضع الآن على رأس هذا المنتخب نعمل كل مجهودنا إن شاء الله لكي نرد الثقة للاعبين، لأن اللاعبين موجودين، لاعبين عندهم إمكانيات، لاعبين موجودين في الخارج وأيضا حتى لاعبين أو بعض اللاعبين يكونوا إن شاء الله موجودين معنا لموجودين في البطولة الجزائرية. لكي نعطي لهم الثقة اللازمة لكي ينضمون لهذا المنتخب ونكونوا اون ايكيب ناسيونال سيور دي باز تريك سوليد. وقال ماجر انه سيدافع على شرف المنتخب الوطني وهذا من خلال تحقيق نتيجة ايجابية امام نيجيريا. ماتنو ان شاء الله الماتش دي نيجيريا هذايا سي فري كو اوني بلي كاليفي اوني بلي كاليفي. من كيما يقول لك احنا راح ندافعوا على الشرف الكرة الجزائرية. أمام نيجيريا راح ندافع على شرف المنتخب الوطني الجزائري، ولكن إن شاء الله بعد هذه المباراة سي لو كرون جو كي فا سوغتيغ، إيون فا ترافاي أون كونسيكونس، نو زالون إيسيي دو روباتيغ كيما قلت لكم سات إيكيب ناسيونال. الناخب الوطني الجديد أكد بأنه لن يحدث تغييرات كثيرة في التعداد، مبرزا بأنه لا يجب أن يكون ناكرا لخير هؤلاء اللاعبين. سي فري مو جو فول دي، أون فا با غيان شونجي. On ne va pas rien changer. Peut-être on ramène d'autres, peut-être on enlève certains, parce que le changement radical va nous coûter très très cher. En tant qu'entraîneur, avec yani, le khibra, le motawad, je ne changerai pas grand-chose. Je n'ai de problème avec personne. Au contraire, j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs qui évoluent à l'étranger, parce que pour nous, c'est un acquis. C'est un acquis, nous avons de très très bons joueurs. Il n'y a aucun problème. Bon, on ramène les meilleurs. On ramène les meilleurs. On ne fait pas du social. Ça, je vous peux le promettre. Qu'il soit un joueur du Mouloudia, ou la CIB, ou la Porto, ou la Bayern. Voilà. On ramène les meilleurs en équipe nationale. Ça, ça, vous pouvez en être sûr. ولم يتوانى الناخب الوطني الجديد رابح ماجر في التأكيد على أن عودته للإشراف على الخضر بعد تهميشه لخمس عشرة سنة من الرئيس السابق للفاف محمد روراوة سوف لن تكون ثانية. Je n'ai aucune revanche à prendre. Wallah al-Adim sadkouni. Maintenant, je n'ai pas de gens qui ont fait ça, ou ça. Au contraire, je suis le plus important, Inch'Allah. Nous avons tout le monde qui a fait le retour de la famille de l'Ottawa. Et nous avons fait tout le monde qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. كما فند ماجير إشاعة فرضه من الحكومة الجزائرية للإشراف على الخضر وإن اعتبرها تشريف لثقة السلطات العليا في البلاد. أنا أقول لك الآن شرف كبير لي أنا أو الحكومة الجزائرية تنصب رابح ماجر كمدرب فريق الوطني. هذا الدليل للثقة الكبيرة لبلدي ومسؤولين بلدي يديروني في المنتخب الوطني الجزائري. هذه الثقة الكبيرة. وزين نرد عليك بطريقة أخرى أيضا. ولكن الآن هذا الكلام هذا أونكور إيفوا كما قلت الأمين سي أون إنسولت بور مسيو زاتشي. كما أكد العائد الجديد إلى العارضة الفنية للخضر بأنه يمتلك شهادات وطنية ودولية تسمح له بالإشراف على المنتخب عكس ما يتم الترويج له. J'ai un diplôme de fédération. J'ai un diplôme du ministère de la jeunesse et du sport, troisième degré éducateur. Et j'ai un diplôme Claire Fontaine en France, signé par Aimé Jacques. Le calme indiche, had les diplômes. Jamais j'entraîne la deuxième équipe de Porto, deux années. Jamais j'entraîne l'équipe du Wakra. Jamais j'entraîne l'équipe de Sète. Et jamais j'entraîne l'équipe de Rien. Meilleur diplôme pour moi, c'est mon vécu. C'est ce que j'ai acquis dans ma carrière footballistique. Hada huwa li nas yechoufou. Quand vous allez à YouTube, vous mettez Rabih Majer. C'est pas les diplômes qui sortent sur YouTube. Ils sortent sur la carrière de Rabih Majer. J'ai travaillé 10 années et croyez-moi. Quand vous êtes dans les studios, vous apprenez beaucoup de choses.
وفيما يتعلق بالراتب الذي يتقاضاه، أكد ماجير أن راتبه أقل من الناخب الوطني السابق لوكاس الكاراس. Je vous dis franchement, je vous dis franchement, je touche moins que monsieur Alcaraz. Je touche moins, ça c'est clair. Je touche moins, allez. Et maintenant, je vous dis Kalima, même le salaire de la fédération, je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. La fédération m'a demandé combien vous touchez de salaire. Moi, je ne demande rien du tout. من جانبه استغرب مزيان إغيل مساعد ماجير الخرجات التي تنقص دائما من إمكانيات وقيمة المدرب المحلي، خاصة إذا تعلق الأمر بالراتب. Votre collègue avait parlé du salaire d'Alcaraz et puis ماجير avait dit que moi on n'avait pas le même salaire et puis là j'ai entendu heureusement que vous n'avez pas le même salaire. Puis j'ai eu le réflexe naturel de dire pourquoi pas. Pourquoi pas dans le sens où, pas dans le sens de toucher le même salaire, en fait, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que mentalement et psychologiquement, déjà, on met l'Algérien, oh, mais tu mérites pas d'être touché comme un talent. Donc, c'est ça, c'est ce réflexe-là. J'ai dit, pourquoi heureusement? On aurait pu dire, bizarre. من جانبه أوضح المساعد الآخر جمال مناد بأنه لم يشكك سابقا في إمكانيات اللاعب المحلي، بل أكد على استحالة تكوين منتخب 100% من المحلي. En ce moment, ما نقدروش نكونوا فريق وطني بالمحليين، أغلبية محليين. جي دي سا. قلت باللي ممكن الفريق الوطني نقدروا نجيبوا بعض اللاعبين في بعض الاماكن يقدروا يصنعوا ولا يقدروا يكونوا يعني اون دوبلور دونك سي تو سكي جي دي باسكو الوقت عطاني الحق. بعد كي لعبنا مع ليبيا راك تشوف الكارثه. اتهم لاعب مولودية طهران سابقا شيخ بنزرقة بعض رؤساء الأندية الجزائرية بجهل التسيير، مؤكدا أن انقطاعه عن التدريب جاء بسبب رفضه لتدخل الغير في فرض آرائهم عليه. البطولة الوطنية تاعنا ضعيف، ما نقولوش ضعيفة ضعيفة ضعيفة. علاش ضعيفة؟ ضعيفة بهاد لي جيستيونير اللي افون دات ان بريزيدون اللي تكون جيستيونير، اللي تكون شيخ، اللي تكون تعرف لو ميتيي تاعك. اي نعرف انا ناس كانوا دي يخدموا في لي ستاد راهم بريزيدون. سي با نورمال، فهمني؟ كي تجي نتايا كيما قلتها في الوسائل الاعلام، هادو لي بريزيدون عندهم عقده نفسيه من عند لي زونسيان جوار، ما يبغيش لونسيان يكون يخدم معاه. جور انا نخدموا عام بعد نحبسوا، نخدموا عام بعد نحبسوا، باسكو علاش نخدموا ونحبسوا؟ حنا عندنا الشخصيه تاعنا، والشخصيه تاعنا لا دينيتي ليق واحد ما يتوشناش في لا دينيتي تاعي. هذا وكشف بنزرقة أنه وقع مع فريقه السابق مولودية طهران ضحية لكمين إرهابي سنة 94 900 ألف، مبرزا بأن رئيس الحمراوي السابق قاسم بن ليمام كان له الفضل في نجاته. أنا واحد من الناس حكمونا الإرهابي بمدفع الربعة تاع الصباح، الحمد لله سلكنا كما يقول لك. هذه أول قناة اللي ديكلاريت فيها هذا السوجي قسما بالله. 94 كانت شويه سخونه في واد جر، وقاسم بن ليمام الله يرحمه ويوسع عليه كنا له ما تقلعش، هو غامر وقلعنا وحكمونا الارهابي بمدفع، وربي قاسم بالحرف قال له باللي هادو غير ولاد الزواليه، هادو ما عندهم والو. كان معنا كما يقول لك قلبه رب، وسلكنا الحمد لله، وربي هو اللي طور في العمر ما سلكنا الحمد لله. فوتنا ديك العشريات السوداء، لعبنا ديبلاسينا، ولكن لا ريكونيسونس ما كانتش. السلام عليكم ورحمة الله جمهورنا الرياضي الكريم، مرحبا بكم معنا في هذا الموعد الإخباري الرياضي من الشروق نيوز. بداية، نشط الناخب الوطني الجديد رباح ماجير ندوة صحفية بالمركز الوطني بي سي دي موسى، حيث كشف أن هدفه مع الاتحادية الجزائرية يكمن في الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا 2019 وكذا التأهل لكأس العالم 2022 بقطر. يا ما كاين حتى حاجة نخبوها، يا غينا كاشي
Le contrat, comme objectif, c'est la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. Inch'Allah, demi-finale. Je ne cache rien du tout. Maintenant, Inch'Allah, si Rabbi Oufakna fait la phase finale, Hadiya, on aura Hubaïd, Inch'Allah, le contrat se renouvellera, Inch'Allah, automatiquement pour les autres objectifs qui sont la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée et ou bien sûr les éliminatoires de la Coupe du Monde, Inch'Allah. Ahnaya, Ahnaya, Inch'Allah, Rabbi Oufakna. Parce que maintenant, s'il arrive quoi que ce soit, hein, nous ne sommes pas comme il dit, dans le cours de nous. Nous sommes tous les حنا وحدنا نروحوا اي سون بروبليم سون ريان دي تو حنا لو فات لي هاد الاتحاديه وكل الناس يديروا فينا الثقه هذا هو الشيء نحترموه وان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا في المستقبل ان شاء الله. صاحب الكعب الذهبي نفى ان يكون ضمن اهدافه امور انتقاميه سواء من طرف رئيس الاتحاديه الاسبق محمد روراوة او حتى من بعض اللاعبين الحاليين. Pardon. Non, pardon, j'ai pas répondu. Je n'ai aucune revanche à prendre. Wallah al-adim sadqouni. Mana manich men nas hadouk li hakkadou hakda w hakda w hakda. Au contraire, ana li yhamni, inchallah. Nashkour koul ma sanada rouh rujou' ta'i li fariq al-watani. W hna n'amlou koul mjehoudna li kay yfarhou bina had nas li aounouna w atou thiqa. Parce que même que tkalamtoum qbilat ala li critique. C'est vrai les critiques, alhamdoulillah pour certains journalistes. Malich, moi je respecte tout comme c'est la démocratie. Mais quand je vois d'or les gens, je ne peux pas rouler en voiture. Je ne peux pas sortir. Les gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en place. 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 Ils ont الناخب الجديد للمنتخب الوطني أكد على أن وجوده على رأس العارضة الفنية للمنتخب لم يكن من جهات فوقية كما شكر رئيس الاتحادية على الثقة التي وضعها في شخصه. أنا راح نرد عليك ما فيش مشكلة. الجهات الفوقية يعني الحكومة. أوكي أوكي. أنا أقول كلمة أخي العزيز. لو هذه المعلومة تاعك صحيحة. لو هذه المعلومة تاعك صحيحة. لا سعلي معليش انت طرحتها معليش لو هذه المعلومه صحيحه انا اقول لك الان شرف كبير لي انا او الحكومه الجزائريه تنصب على محمد جير كمدرب فريق الوطني هذا الدليل للثقه الكبيره لبلدي ومسؤولين بلدي يديروني في المنتخب الوطني الجزائري هذه الثقه الكبيره وزن نرد عليك بطريقه اخرى ايضا ولكن الان هذا الكلام هذا encore une fois كما قلت الامين c'est une insulte pour monsieur Zachi et c'est une insulte pour le bureau fédéral هذا هو لان انا نشكر العكس انا نشكر الاتحاديه السيد زاتشي كرئيس الاتحاديه واعضاء المكتب الفيدرالي اللي داروا فينا وداروا فيا اولا الثقه الكبيره ماجر أكد أنه هو من اختار الطاقم المساعد له وكذا اقترح اسم رابح سعدان على أن يكون على رأس المديرية الفنية. ستاف تكنيك a été choisi par moi et par personne d'autre. Par personne d'autre. سعدان qui était dans ma liste, j'ai posé la question à monsieur Zichi quand j'ai vu que سعدان allait travailler dans la direction technique. J'ai dit à monsieur Zichi, vous avez pris monsieur سعدان Il était dans ma liste. Il revient, il travaille avec moi. Monsieur Sadan a été, Monsieur Zichi, le président de la fédération, il a été vraiment très compréhensif. Il n'y a pas de problème. Et on a trouvé une formule, on a trouvé une solution que Sadan, il n'y a pas de mal à faire le Watani, comme conseiller technique, il est parti du Safoussi. الله العظيم لا مكان اي دخل الطاقم الفني تاعي تدخل الطاقم الفني يعني باش نكونوا مريحين
Et je tiens aussi à remercier, le bureau fédéral et M. Zeki, يعني اللي خلاونا عطاوني كل يعني لا ليبرتي بور مون ستاف تكنيك، وهذا راح يخليني نخدم بثقه كبيره مع هاد الناس تاع الاتحاديه. الناخب الجديد قال بان المنتخب يعاني منذ ازمه النتائج، وان الازمه التي عاشها ازمه ثقه مضطربه. دوك ولكن يكونوا في استوديو الناس تاكوزي وبعد لا باسكو جيتي او ستوديو لازم تطلع لا انا عمري ما انا لاعبين قلت لكم لو كان عندي حاجه ضد اللاعبين ما ديبلاسي با اون انجلتير بور لي اللاعبين تاعنا ما ديبلاسي با او بورتوغال ما نجيش ما نكونش حاضر في الـ في لا روميس تاع لو بالون دور تاع اسمو جو مي فري بليزير دو روميت لو بالون دور. بالعكس انا احترامي كبير للاعبين لان انا كنت لاعب سابق، لازم عليا الان السابق والحاضر نحترم هاد اللاعبين، ولكن تكلمت على لا ليست دي جوار اي فاي افوار ان شوا اي فاي افوار ان شوا يا دي جوار يخرجوا نتكلم على المحترفين راك تكلم عليهم تاني يا دي جوار اللي بوتيتر يكونوش في الماتش تاع نيجيريا هذا هو هذه كره القدم ما كانوش في المباراه الاخيره امام المنتخب الكاميروني صح ولا لا حنا نفس الشيء حنا نعرفوا شكون اللي قادر يلعب في بناء بن قوي. معليش نردو غرابيدو معليش شوفوا يا جماعه الخير الانضباط من يجي؟ يجي دابور من المدربين من الطاقم الفني وحنا ان شاء الله احنا ماناش ديكتاتوريين يعني احنا مدربين يعني ولما توصل الى سني ما تبقاش الاعتبارات بما يخص الشخصيه ما هيش الشخصيه راهي في الشيء اللي ممكن تقدمه للفريق الوطني. اذا لما تكلمت مع مصطفى مجال في هذا المجال يعني كان واضح ان الحريه تامه بالنسبه للناس اللي يخدموا معاه وان يعني المكانه تاعهم ليسباس دو في تاعهم موجود وهذا ما حفزني انا شخصيا لكي انكور دابورتي ما كونتريبيسيون ا شي اللي نتمناه وهو لا ريابيليتاسيون دو لونترينور لوكال هذا هو المهام اللي انا باغي ندير مون فيكو ان تانك جوور دابور ان تانك انترينور جي اكزيرسي ميتي انترينور ان الجيري ديبي depuis maintenant plus de 20 ans. J'en connais un bout. Donc, tout ce qui concerne ce plan méthodologique, ce plan scientifique, ce plan technique et même physique, ma modeste expérience peut servir, peut aider Majer à driver à gérer cette équipe nationale. Donc s'il a fait appel à moi, c'est parce qu'il avait en moi quelqu'un qui a un vécu sur le terrain en tant qu'entraîneur. Donc j'espère, que je vais être à la hauteur de ses attentes. أكدت مصادر الشروق نيوز أن الاتحادية الجزائرية عوضت ماديا الناخب الوطني المقال الإسباني لوكاس الكراز بمبلغ مالي يقدر ب 345 ألف يورو قيمة رواتب خمسة أشهر أي ما يعادل 6 ملايير ونصف السنتيم بالعملة الوطنية بعدما اتفق على ذلك مع محامي ومناجر الكراز رفقة رئيس الاتحادية على أن يتم التعويض لكل من المدرب ومساعديه. وكانت الفاف برئاسة زوتشي اتفقت على فسخ عقد الإسباني بالتراضي وذلك بعد النتائج السلبية التي حققها تقني الإسباني منذ توليه زمام الإشراف على الخضر. هذا وتحدث قدام المنتخب الوطني عن التغييرات التي شهدتها العارضة الفنية للخضر والتي عرفت عودة رابح ماجر للإشراف مجددا على تدريب المنتخب. نوال بوغطاف رصد التصريحات التالية. Non, moi je suis pour le staff local, mais il faut que le local soit compétent aussi.
Parce qu'il ne suffit pas de dire, voilà, il faut un entraîneur local, ceci, cela, et s'il n'est pas compétent, s'il n'est pas à jour ou la haja. Donc, oui, pour les locaux, mais compétents. C'est très important. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Majer est compétent. يعني الاتحاد خير اليوم باش يكون لونتينور لوكال. يعني احنا ماذا بينا يكون لونتينور لوكال. يعني ما نشوفوش احنا يفو دوني لو طون. وان شاء الله واحد يشوف ابري سي اليوم لونترينور يعني لونترينور سي لي ريزولتا كي كونت يعني سوا لوكال ولا ايترونجي يعني لي ريزولتا هما اللي راح يحدوا وحنا نتمناو يعني الستاف تكنيك لي بلاصاوه ولا لا دي تي ان ولا لي يعني لا ديان ولا حنا نتمناو لهم النجاح ان شاء الله. ماجير كي روبرون لا روليف دونك جيسبر دو تو كور ك qui va réussir dans sa mission. C'est une tâche très difficile. Oui, malgré qu'il n'a pas exercé, mais il est resté dans le football en tant que consultant. Je crois qu'il connaît suffisamment le football et il est bien, je pense qu'il est bien entouré pour remplir sa mission. Je suis content pour Rabah Saadan. C'est un monsieur qui connaît très très bien le football et je pense que c'était un très très bon choix pour l'avenir. Eh ben, je crois que d'abord je voudrais le féliciter et l'encourager parce que je crois que maintenant, comme je vous ai dit, il faut se rassembler, il faut se tenir la main et cette équipe nationale n'est pas à son niveau là où elle est. Et j'espère que Majer, avec son nouveau staff, va pouvoir régler tous les problèmes parce que l'Algérie a besoin d'une équipe nationale forte pour donner du sourire à 40 millions d'Algériens. Majer, on est pour. C'est ça, un ex-international, il entraînait déjà l'équipe nationale. Et Moukhaja, il ne fera pas plus mal que ceux qui sont passés. Et en plus, aussi, ça va dépendre de tout son staff. Comment ça va fonctionner et tout ça, mais nous sommes pour et nous encourageons, nous le félicitons et nous sommes là pour l'aider dans sa tâche. انا ما كنتش مدرب الوطني قلت لك تخسر ماتش ومن بعد تربح ماتش زوج والكيب تحسن اللونغاج يتبدل ا لوي دو بروفي كيل اي كابابل دو ريوسير دان سا ميسيون اي نو سوم لا بور ليدي. C'est pas logique, mais je trouve Madabi qu'on a l'entraîneur algérien, ou elle qu'on a la tête de l'équipe nationale, Majer, bien notre entraîneur. Mais Hadja Lima, c'est-à-dire que au moins le staff technique de l'équipe nationale est construit homogène. Il n'y a pas uniquement que les joueurs de 82, les Oumali qu'on est toujours les mêmes à la tête de. Il y a des joueurs des années 90 qui ont maintenant fait des beaux jours au football algérien, Rami entraîné au plan national. Il y a des anciens joueurs qui ont prouvé déjà sur le terrain. Normalement, il y a l'équilibre. On a Majer en tant que شخصية, c'est un idole pour tous les Algériens. Ou في المهمة تاعها جديدة, إن شاء الله نتمنى له النجاح. وبو علاء مشارف, ولكن هادو نتمنى لهم باش يكونوا en collaboration مع les anciens actuels تاع التسعينات. هذا وقال التقني والمدرب الجزائري إدريس غيموز أنه على الاتحاد وضع أهداف بعيدة المدى مع الطاقم التقني الجديد للمنتخب الوطني, وذلك لأجل التتويج بكأس أمم أفريقيا لسنة 2021 وكذا التأهل لفعاليات كأس العالم 2022 بقطر, كما ستساهم المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون في تحضير منتخب تنافسي, خاصة وأن الناخب الوطني الجديد يملك الوقت اللازم لذلك. الان راينا متعطشين الى نتائج, ماشي نتائج رياضيه هكذاك على المستوى نقولوا الافريقي تاع مثلا نبقاو حنا رانا لوبجيكتيف تاعنا الذهاب الى ربع نهائي ولا نصف نهائي, لا لازمنا نحصلوا على الاقل كاس افريقيا بهذا الجيل هذا اللي راه عنده مستوى فني كبير من حيث اللاعبين من حيث الامكانيات من حيث اللوجيستيك. يعني الفيدرالية تاعنا وهذه ترجع يعني العام الخاص يعرفها المكتب الفيدرالي اللي سبق وضع
الفيدرالية تاعنا من حيث اللوجيستيك من حيث التنظيم في أعلى مستوى. يبقى لنا الآن وش يبقى؟ يبقى أننا لابد أننا نذهب باش نفوز بكأس إفريقيا. ما تكتبش على كأس إفريقيا 2019 لأنه طبيعة الحال قلت الآن مروا بإمبيريود اللي ممكن جدا نقولها بالصراحة ممكن راح نخيبوا أمل الناس اللي معلقة، ولكن لابد أننا نوضع استراتيجية على المدى البعيد على الأقل 4-5 سنوات باش نفوزوا بكأس إفريقيا. أنا بالنسبة إلي المنتخب الوطني 2019 يكون هو المنتخب الوطني اللي هو بقيمة 90% وأكثر، هو اللي راح يمشي 2021 وراح يمشي 2022 باش أولا نفوزوا بكأس إفريقيا ونتأهلوا لكأس العالم 2022. المدرب الفرنسي جيرو أن المشكلة الذي كان يقع فيه المنتخب الجزائري في كل مرة كان يكمن في عامل اللغة، والذي اعتبره الفرنسي عاملا مهما في التواصل وكذا فرض الانضباط داخل المجموعة. التصريح في ميكروفون جمال أمتور. Premièrement, il faut que ça soit quelqu'un qui parle la langue. Alors, il faut qu'il parle ou français ou arabe. Hein? Bien. Alors, ça peut être soit un français, soit un algérien, ou bien les deux. Associé ou bien un entraîneur algérien. Le football algérien est assez riche pour pouvoir donner un de ses enfants comme sélectionneur. هذا وأكد رضا عبدوش أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي تكلم معه شخصيا وطلب منه الانضمام للخضر قصد تقديم خبرته الكروية. نوال بوكطاف. اليوم الصباح يعني تلاقينا وقال لي قال لي لازم نحتاجوا تجربة تاعك اذا انا يعني مستعد يعني باش نقوم بعمل يعني في الميدان يعني اللي يحتاجوا فيه يعني. في موضوع اخر، نظمت ودادية قدام اللاعبين صباحة امس ملتقا حول مشاكل الكرة الجزائرية واهم الحلول التي يمكن اللجوء اليها من اجل تطوير اللعبة الشعبية في البلاد. الملتقى حضرته شخصية رياضية بارزة يتقدمها أسطورة نادي أوكسير جيرو، بينما غاب عن المشهد رؤساء أندية النخبة الوطنية. التغطية للزميل نوال بوكطا. سيميليا غدايا على بالك احنا كنا ضمناها، احنا الودادية بون اون رومباج دي زانسيان جوار اون بارتيبا دي جوبيلي اون فيان اون ايد دو زانسيان جوار اون اسيي دو بلاسي دي زانسيان جوار دون الميليو دي فوتبول دون دو فوتبول لي زيكيب انترناسيونو تعرف لي لا بلوبار راهم يعانيو. وحنا خممنا قلنا عندنا حق باش نعطيو راينا، اون لو دغوا سي نوت ديفوار دو دوني دون نوت افي سور لو فوتبول ناسيونال ابري 7 ans de professionnalisme. Je pense qu'il était temps de faire un petit bilan. هذه أول مرة اللي صرات بون بور يعني لاميكال خداو الانيسياتيف هذه تاع لي زيكس انترناسيونو بور فار يعني ان ديبا سو البروفيسيوناليز سو الفوتبول اون الجيري. هذه حاجة يعني تشرف وحاجة مليحة بور سورتو بور الجيري بور يعني لو سبور، يعني ما نقولوش لو سبور سيلمو الفوتبول مي ان بو يعني بروفيسيوناليز. إن شاء الله نستفادوا من هاد لي زانترفينون والمبادرة هذه مرة أخرى يعني لفائدة الجميع، ماشي لفائدة برك الصحفيين وقدماء اللاعبين. C'est une excellente initiative. Excellente initiative parce que le niveau est très bon. Et puis même vous les journalistes, vous devez quand même profiter de ce séminaire-là pour connaître justement les lois qui régissent le football en Algérie. Et surtout les dernières lois se rapportant au professionnalisme. الناس يناديونا يعني باش نبنيو باش نبداو نقدروا نمشيو ونقدروا يعني باش التجربه تاعنا يعني تخلينا باش نقدر نصلح بعض الامور ونعطي راينا باش نبني يعني حاجه. احنا من زمان انا نقول الى باش نبنيو حاجه كبيره وقويه راني معكم يا با بروبليم. هذا وتحدث اللاعب السابق لشبيبة القبائل فاروق بلقايد عن الوضعية الحرجة التي يعيشها الكناري مع بداية الموسم الحالي، مؤكدا بأن الإدارة الجديدة قادرة على تقديم الإضافة. التصريح في ميكروفون والبقطة. شيء مؤسف تشوف شبيبة القبائل في هذه الوضعية اللي راه فيها منذ سنوات. دوك حنا ما نعرفوش، حنا دوك بعاد رانا نشوفوا، ما بناش وراه الخلل وراه
نعرفوا ما دوكا المستوى تاع البطوله قاعد ينخفض ماهوش غير في شبيبه القبائل. الشبيبه تعرف هادو الاشهر الاخيره تعرف تغيير كبير بقى نعرفوا الراحل تاع حناشي اللي ما كانش مش راح يكون سهل على الفريق 24 سنه هو كرئيس. انا نشوفوا ان شاء الله دوكا لي ريزولتا نشوفوا الكلاسمون ما راهوش كاتاستروفيك بارابور كي نشوفوا الكلاسمون تاع لي كلوب. ان شاء الله بوركوا با مع هذا لو ستاف جديد ولو ستاف ديريجون جديد ان شاء الله حيمدوا الروح هذيك ان شاء الله بوغ لا سويت ان شاء الله. هذا وتأسف خالد لونيسي للحالة الصعبة والوضعية التي يتخبط فيها فريقه السابق اتحاد الحراش محملا المسؤولية لكل المسؤولين الذين لم يستطيعوا إيجاد حلول ناجعة وفعالة. نورمالمون ما تندارش باسكو نورمالمون لونترينور سيلوي كي 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 سيليكسيوني هاد اللاعبين اي سا نا با مارشي باسكو توجور إليا توجور لوبوزيسيون في الحراش. Il y a toujours l'opposition, la première équipe elle travaille, la deuxième elle est là pour faire l'opposition et vice versa. Il fallait que Dokara et Ali, c'est la première fois, puis c'est la deuxième fois que Liassa match elle perd sur 6 ou 7 matchs, elle a un point et c'est très très grave pour l'équipe. هذا واعتبر كل من عرفات مزور وكريم بختي أن ما يعيشه فريق شباب بلوزداد يعد وصمة عار على المسؤولين الذين تركوا النادي يعيش ظروفا غامضة. فعلى الرغم من كل الوعود الكاذبة فاللاعبون يشرفون ألوان النادي أحسن تشريف. قدام نطلبوا إن شاء الله الإدارة تتفاهم الوضع تاع اللاعبين. ماغري شفنا المقابلة الأخرى وين اللاعبين اللي ما تدربوش دو جور واللاعبين كما أقول لك كانوا فوق الميدان لعبوا بحرارة وبالآخر. نظن بليك اللاعبين راهم مشكورين، نظن بليك على المناصرين باش يساندوهم باسكو شفنا اون بارتي تاع دي سيبورتور كانوا يسبوا في اللاعبين. يعني هذا نقول لهم يعني اللاعب راهو اللاعب اللي ما يخلص 7 شهور ولا 8 شهور يعني يحلي لهم. هي بالحقيقه سي مالو كتشوف فيه شباب بلوزداد فريق كبير عريق يتخبط في هذه المشاكل تاع ورغم هذه المشاكل كاين ريزولتا. هذه اللي راهم يعني راهم حيرتني هذه عمرها سير ببالك ما عاشتش هذا المشكل المالي ومشكل الاداره. نحكي لك انا بالك نقص الامكانيات ما شكيش باسكو الشباب بلوزداد دائما يقدر عنده لونتوراج دائما المنقذين كما عدلان جعدي كما شتوف كما كريم دراج هذوك دائما قراب الفريق. ولكن هاد الناس هادو اللي راهم سمعوا في شباب بلوزداد وين راهم؟ نتسال وين راهم؟ هذا وشهدت عمليه اقتناء تذاكر مباراه اياب الدور النصف النهائي من دوري ابطال افريقيا التي تجمع الوداد البيضاوي المغربي بممثل الكره الجزائريه اتحاد العاصمه مساء السبت المقبل اقبالا كبيرا على شبابيك المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. وعرفت عملية بيع التذاكر تدفعا كبيرا من قبل أنصار الوداد البيضاوي حيث تم تسجيل الكثير من حالات الإغماء في صفوف الجماهير التي اكتظت بها الشبابيك المركب الرياضي. هذا وأعربت جماهير الوداد عن سخطها من الظروف التي تمت فيها عملية بيع التذاكر مباراة الدور النصف النهائي من الشامبيونز ليج. هذا ويواصل نادي الوداد البيضاوي المغربي تحضيراته تحسبا للمواجهة القوية التي ستجمع السبت المقبل أمام اتحاد العاصمة في إطار مباراة إياب الدور النصف النهائي من بطولة رابطة أبطال إفريقيا. كما قلت اليوم أعتقد أن هناك ديسيبسيون لكن أنا أقول باريس هو أكثر قوة منا.
في بطولة الهواة الشرق وفي أول لقاء رسمي له مع فريقه مولودية قسنطينة، يبحث المدرب سمير حوحو عن أول فوز له هذا الجمعة ضد فريق المخادمة لتحقيق الديكليك في مقابلة تلعب دون جمهور بعد عقوبة الموك بمقابلة بسبب رمي القارورات البلاستيكية والألعاب النارية على أرضية الميدان في لقاء اتحاد عنابة. المراسلة للزميل محمد بوحصان. لا بكا لازم ضيعنا يعني نقاط خاصة في الملعب تاعنا الهزام ضد اتحاد عنابة، لازم يعني نعود نرجع ثقة فوز، نرجع ثقة للاعبين، ثقة للأنصار تاعنا وفوز. احنا محتاجين ثلاث نقاط مثل ما يختفى لكش، رانا في وضعية صعيبة شوية في الكلاسمو باش نحسن الترتيب تاعنا، ولكن للأسف يعني راح نلعبوا بدون جمهور. إن شاء الله هذه يعني المرة الأخيرة نلعبوا بدون جمهور تاعنا، لأن المولودية محتاجة للجمهور الحريري تاعهم. الهاجس الأكبر كما يقول لك غياب الجمهور، احنا الجمهور تاعنا عندنا نظرة هنا، والجمهور ديما هو اللي يوقف معنا دانيير مينيت. كيكونوا احنا في نهارنا كلاعبين نكونوا في نهارنا وما لا ما نخافوا المنافس، انا تبان لي في قسم الهوات الناس كاع نيفو واحد. الله فريق مخادمه اللي كما يقول لك احنا نحترموه، ما يخفالكش باللي بدا تحضيرات مع قبل البطوله بعدة ايام، وين هو يجي كما يقول لك متحمس دركا يلعب مع فريق كبير، وبنكون احنا في المستوى ان شاء الله نديروا اللي علينا باش نفرحوا الجمهور تاعنا ان شاء الله. مقابله صعبه، كل مباريات في البطوله صعبه، احنا ان شاء الله نجريو ماتش بار ماتش، نلعبوا من اجل الفوز خاصه داخل الديار، نمحيوا العطره تاع المباراه السابقه داخل الديار مع اتحاد عنابة. إلى طواف الجزائر للدرجات 2017 في مرحلته الثانية بين الوادي وورقلة على مسافة 123 كيلومتر، أين سلطت اللجنة الفنية للطواف غرامة مالية تقدر ب 3000 دينار جزائري على دراجي فريق النصر الإماراتي الذين احتموا من الرياح بسيارة المدير الفني لفريقهم. كما عرفت انطلاق الطبعة 20 لسباق الجزائر للدراجات انسحاب 9 دراجين، ويتعلق الأمر بثلاثة ليبيين وثلاثة سوريين وجزائري ومصري وأردني، في وقت تعرض أحد أعضاء اللجنة المنظمة إلى لسعة عقرب حيث أخيرا خصصت إدارة فريق جمعية عين مليل عائدات مقابلة اتحاد الشاوية لمساعدة الطفل عبد الجبار البالغ من العمر 6 سنوات والذي يعاني من سرطان الدم، وهو بحاجة إلى مبلغ مالي بحوالي 180 مليون سنتيم للقيام بعمليته الجراحية بتركيا، وينتظر الطفل دعما مضاعفا ووقفا من المجتمع المدني ووسائل الإعلام. كما الطاقم الاداري ولا الطاقم الفني ولا اللاعبين ولا الانصار راهم كامل متضامنين مع الطفل هذا، انا مداخل هذا الملعب للطفل هذا باه نعاونوه ان شاء الله وتنجح العمليه تاعو ان شاء الله وربي يجيب له الشفاء. وكما نقولوها ونعاودوها، احنا الرياضه هي مبدا تاع الرياضه هي خلق انسانيه، خيرنا كما يقول لك الجانب الانساني بربي ان شاء الله راح يجيب له الشفاء ان شاء الله. مبادره لجمع مبادره خيريه لان الشعب الجزائري معروف بالفعل الخير، وهذه المبادره انا نشوفها يعني عبر التراب الوطني لمساعده كل يعني المحتاجين خاصه المرضى يعني اللي ما عندهمش علاج في الجزائر. احنا ماذا بينا نعاونوا كل انسان مهما يكون يعني في كل منطقه. نهاية الورقة الرياضية في أمان الله.